السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. اختي هذه شحال ما درت لكم هكا شي فيديو طويل، ها اختي جيت ندير لكم فيديو. المهم ما تنساوناش اختي بلا جام، وما تنساوناش بالبارطاج وبالتعليق الزوينه. خليونا من دوك الناس اللي كيجيو يعايروني في لي كومونتير، انا كنهضر مع الناس الزينين اللي كيبغيوني، الناس ديال دنيا. المهم اختي شوفوني، اليوم راني خارجه وقلت نشارك معكم هذا الفلوغ هذا، وبغيت نبارطاجي معكم جلابه، وبغيت نبارطاجي معكم الريحه اللي سولتوني عليها والكحل، وحتى واحد ليكرون راني كنديرها حتى هي بغيت نبارطاجيها معكم. المهم غادي نبارطاجي معكم شي حوايج، خليكم اختي معايا، خليكم ما تصابيوش، خليكم في الفيديو كامل. الله نحط التليفون ونمشيو نفوتو فيه ساعه واحد البلاك، واخا ناش علي شوف هو مسرح ولكن يديا ياكلوني يا اختي على لي بلاك، كنبغي نبلاكي شعري. هذا ما دار فيه ميم اختي، كيما قلت لكم غادي نفوت فيه ساعه واحد واحد الروتوش خفيف هنايا على شعري. بالنسبه لهذا البلاك هذا البنات كنت كنبيعو عندي في المحل، وبزاف ديال البنات كانوا سولوني عليه. انا نوريكم هذا كيصلاح حتى للبنات اللي كيخدموا البروتين، راه كيوصل حتى ل 980 درجه، زوين واعر واعر. لا مارك انزو هيا وسيراميك. مهم فهاد الساعه هادي ما بقاليش، الا كنت جبتو ولا غادي نخلي لكم فيديو شورت هكا نعلمكم، نقول لكم البنات راه عندي اللي بغاتو مرحبا بيها. الثمن ديالو كديرالو 300 درهم. ايوا اختي راكو عارفيني كدير لكم الثمن مناسب اخايتي، ومرحبا بكم. المهم البنات لكم انا عزيز عليا ندير واحد الروتوش خفيف لشعري، وعلاش غبرت عليكم حيت لقيت واخا كندير لكم هكا لي فيديو يعني نسبه قليله اللي كيعجبوهم هكا، ظلمتها يا خويتي، صبروا صبروا نضويها عليكم. قلت لكم لاحظت بلي نسبه قليله اللي كيعجبهم هكا الفلوغات، يعني لا بلوبار كيبغيو غير فاش كندير لكم يعني هكا برا ولا كندير شي حاجه شي محل ولا، وراكو عارفين يعني بنادم ماشي بقى غير يجري في المحلات ولا، راه كنديرو حتى فلوغات اخويتي. اللي كيبغيو الفلوغات يدخلوا عندي يتفرجوا الفلوغات، الفلوغات سامبل. ايوا اختي واحد ديديكاس بعدا لواحد السيده قالت لك المزاليط، اختي المزاليط مزاليط وعايشين بخير وعلى خير والحمد لله على كل حال. المهم كيما قلت لكم انايا درت غير روتوش خفيف اختي، نطفيوها نخليوها تبرد عاد نبلعها. كنت باغيه نبارطاجي معاكم الكحل، انا غادي نبارطاجي معاكم الكحل الاول هو هذا، بعدا هو اللي راني دايراتو انا اختي. الكحل صراحه زوين. المهم البنات هاني درت هنايا في البوست بي باش نهضر على خاطري، حيت هنايا فوق الكوافازه كنعذبني. قلت لكم ها هو هذا الكحل هذا، ديتو على زهره البهار اللي كانت في المعرض، بعدا كانت كتبيع داكشي ديال املو. ايوا اختي دركي غادي نبديو ماكييو، ها نتوما هذه اللي كنت ديجا هضرت لكم عليها، ها الله هذه ديجا كنت هضرت لكم عليها. هاد كوفير كوكو عرفتوا واعره واعره واعره، شوفوا كيما راكم تشوفوا راه تبان لكم بيضه، ولكن فاش كديروها كتعطي واحد الكلا فنه، وكتوحد اللون. شوفوا ها نتوما كتولي تنشمت لكم مع اللون ديال وجهكم. هي راه فونديتا وفي نفس الوقت راه فيها ايكرون. انا خويتي او كنستعمل هذه، هذه راها عندي في المحل، اللي بغاتها مرحبا بها، فيها واحد الثمن زوين مناسب. المهم اللي بغاتها تتواصل معايا ولا تجي عندي المحل، كاين بزاف الناس اللي يدخلوا عندي جداد ما عارفينش المحل ديالي فين. المحل ديالي جاي في قصريه بنتاج، ولكن البنات يدخلوا مع الباب اللي حدا الشاب انكاد. ها نتوما شوف شوفوا على اكله كتعطيها للوجه وكتوحد اللون. انا خويتي انا الحراره الحراره، عرفتوا واحد الحمان راه عندنا، واحد الحمان ما فهمتش، بالنهار الحمان وبالليل كينطلق واحد البرد، واحد البرد شادي نقول لكم. المهم ندير واحد الفته، واحد الفتيه اختي نتاعها
بتاع الجلاص. حتى هذا غير شويه، شوفوا شتو غير شويه، غير شويه كيعطي داك. المهم حتى نشوفو ندير هذا ديالو الفوق باش يعطيني ديك لابغيونس، ولكن ما كثرش. المهم شوفوا في الليل كي نرجع ان شاء الله الا قدني الوقت، انا غادي نبارطاجي معكم هاد ليكرون. انا هاد هي اللي هاي، هادي راه قربات تكمل لي، هي اللي جبت بعدا حتى الى زهرة البهار بها بجل نتوايون وبهاد السيروم تاع لونتي سيرن. المهم حتى اللي ان شاء الله حتى نرجعو نبارطاجيهم معاكم الا 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 ما قدنيش الوقت. الله يحفظكم، فكروني ولا نسيت فكروني في التعاليق قولوا لي دنيا راك نسيتي تورينا لي برودوي ندير لكم فيديو ديالو. المهم هادي بالنسبه للناس اللي راه كيتفرجوا الفيديو كامل، اما اللي كيفوتوا راه ما غاديش يشوفوا هاد اللقطه. انا خيتي وكحيله يمكن بلا ما نزيد، ديجا راه بلا ما نزيد حقاش كحلت، وهذا كحلت الصباح من اختي درت لكم واحد التكيله. ايوا اختي. المهم كاين هادي، هادي مسك الطهاره، هادي ديودورون، كاين عندي هادي، هادي جبتها حتى هي من المعرض على بيت لقمان، وهادي عندي انا، هادي راها عندي انا في المحل، اللي بغات شي حاجه مرحبا بيها. وبالنسبه لهاد العطور هادو يمكن راني غادي نهود بلاتي غادي نبارطاجيهم معاكم، مي لا فت المدينه حيت انا ما غادياش للمدينه، غادي لواحد البلاصه اخرى. مهم الا الا هبطت للمدينه وفت عليهم غادي نوريكم المحل ديالهم، راه كيبيعوا داكشي زوين والروايح فنين. مهم شحال وحده سولتني في هذوك لي فيديو شورت، قالت لي دنيا قول لي الناس السميه ديال الريحه. مهم هادي سكاندال وهادي بربري هير، ولكن الروايح ديالهم واعيين خطيرين. انا كنت كندير هادي ديال اندلسي وراها عاد عندي، هادي ديت ديال تريزور على فولي، وهاد المره وليت تبليت بهادو ديال يدونتيك، حتى هما فنين والريح ديالهم يعني هاربين اختي هاربين. والثمن ديالهم زوين. من بعد غادي قلت لكم الا هبطت فت عليهم غادي نبارطاجي معكم الاثمنه ديالهم، وديجا كانوا دايرين واحد الباك، الا مازال باقيين دايرين داك الباك غادي نبارطاجيه معكم حتى هو. مهم البنات غادي نوريكم شنو غادي نلبس. وبالنسبه للجليبه ديالي اللي عجبتكم اختي عجبتكم كاملين، انا غادي نجبدها ونوريها لكم حيت ما غاديش نلبسها اليوم، غادي نلبس واحد لونسومبل كنت ديجا خديتو على واحد السيده اخرى، حتى هي كانت معنا في المعرض مولات الشيلان ديال الامارات، هي اللي ديت عليها هذا لونسومبل ديال برا، قالت لي ماشي ديال هنايا ولكن واعر 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 عجبني سورتو في التوب ديالو زوين. انا غادي نوريكم الجلابه اختي ما نطولش عليكم ونوريكم شنو هي الجليليبه. ها نتوما جايه هنايا بالعقاد، وهذيك واش كتقولوا الدبانه ولا مانيش عارفه. المهم جاي اللون في اللون، جايه في البيج واعره واعره، وتا التوب ديالها البنات التوب ديالها زوين. المهم انا غادي نخلي لكم بعدا هنايا النمره ديال السيده اللي بغيتوا تتواصلوا معاها، السيده كاينه في الرباط ولكن كتكون حاضره في المعارض وكدير لا ليفريزون، اللي بغات شي حاجه تواصل معاها. ديال لونسومبل اللي غادي نلبسه ها نتوما كيجي هاد التريكويات ديالهم كيجيو اوفر سايز بهم بالسراول، السراول ديالهم، وغادي نلبسهم مع واحد المهم غادي نلبسهم يمكن مع واحد الصنداله حتى نلبس وغادي نبارطاجي معاكم. ها نتوما البنات شوفوا اللبسه ديالها كتجي واعره وعريضه مخيره، عاد انا راني لبست بها شوفوا هنا في الكول كانت جايه يعني عريضه، انا يديتها لواحد الخياط وزاد نقص لي هنايا في العرض في العنق باش ما تعرفوا عارفين باش ما تبقاش تبان يعني يبانش الصدر. صافي ولبست معاها واحد السنيدلة هذيك اللي كنت ديجا بارطاجيتها معاكم قلت لكم انا ديتها على اناس ايوا اختي دركي انا خويتي كادي نحيد هادو 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 هاد الحلقات طوهم ونديرو اختي حلقات لاخرين، نديرو هاد الخاتومة هادي دي بدا عجبتني اختي من هاد اللي جبتهم وانا حالتها. صبروا معايا نبدو الدخيرة
خويتي ندبروا على واحد ويلقات انت واحد السنيسله هذه. قولوا لي لبسها لبس فين راه محوجي هاهو لبس هادو ولا لبس هادو اللفعه هذه كلشي لفعات عندي في حياتي خويتي. لبسو لبسو كيقولوا له يقولوا له الجوهر ياك ولبسوا الجوهر. انا حبيبتي هنا منتي خويتي. انا عندي واحد البنيه واحد الجين واحد الحسوميه هنا درت هادو مع هاد هاد السلسله هذه. النهار اللي جبتها ما قلعتها اللي درتها ما قلعتها والله يلا. مهم انا اختي هادو ونضادر غادي عاد نشوف اش غادي نلبس. عندي كركيره ديال النضادر وما كان بغي غير هادوك اللي دايرينها. مصطفى شنو نلبس في النضادر؟ لا لا مطرماش ولي نطاني هادو انا كيعجبوني نديرهم غير هنايا. ها انا اختي المهم صافي واش ندير ندير هادي ولا ندير هادي ندير هادي. صافي يكرهني من جي ندير الريحه راه واقف واقف مر مر التلفاز مر تليفون. مهم تلاقاو خويتي برا. المهم البنات بالنسبه للريحه اللي كتسولوني عليها ديما هاني جيت للمحل باش نوريكم اختي العطور كاع اللي عندهم. تبارك الله عندهم بزاف ما عندهمش غير شي حاجه قليله واي حاجه اي حاجه بغيتوها راها كاينه. المهم انا غادي ندير لكم الكاميرا باش البنات عند ايدونتيك باري. هانا اختي سلام خويا عمر كي داير لاباس عليك مزيان ربي يخليك الله يسلمك. المهم عمر اللي كنا تعرفنا عليه في المعرض اللي كان في اسواق السلام هنا في وجده وفي المعرض اللي كان دار في الرباط. هانا اختي جيت نوريهم العطور اخويا ديجا سولوني فيها ريتو فيرسو. اها هانتوما فكرنا غير بالاثمين اخويا. عندنا 30 درهم 60 درهم في ديزاينر وعندنا 50 درهم 100 درهم في ليميش. اها هانتوما البنات كاين تاع الرجال وحتى تاع النساء. هانا اختي غادي نوريكم هاكا باش تشوفوا اللي بغات شي حاجه ولا تجي مرحبا بها. راه عندهم جوج ديال المحلات كاين هذا الاول انا غادي كي نخرج غادي نوريكم البلاصه فين وكاين الزاوج جاي لتحت جاي في لا بلاس دو ماروك. ها هو ايدونتيك او دو بارفوم عندهم روايح فنه عندهم العطور العربيه مرسي. مرحبا بكم البنات اللي بغات شي حاجه ولا تجي عندهم. مازال باقي داك الباك اها خليه اختي كمل التليفون. اها قلنا على داك الباك شنو فيه؟ خمسه ديال لي بارفان لو شوا ديال الكليم سوا فام ولا اون ولا يعني كل شيء يبقى ب 299 درهم على لي بريزون على حساب هانتوما البنات المغرب كامل اللي بغات شي حاجه تواصل معاهم. هيا بعدا نخلي لكم هنايا لادغيس راهم جايين فروت مراكش وهي النيميرو التليفون اللي بغات شي حاجه. بالنسبه للوكاليزاسيون هذا روت مراكش اللي راكم تشوفوا فيه كاين هيها اورانج وهما راهم جايين انفاصل اورانج وكاين المحل الثاني كما قلت لكم راه جاي لتحت في لابلاس دي ماروك. البنات هنا جيت اختي مهم خرجت مشيت قضيت غراضي وفوتكم كما شفتوا عند السيد اللي كان نشري عليه الريحه وغادي دركي نكمل لكم اختي هذا الفيديو. مهم الا كانت شي وحده عندها شي تساؤل ولا عندها شي حاجه باغيه تعرفها تخلي لي في التعليق وماذا بكم تدخلوا عندي الانستغرام
راه تما كنحط بعدا لي ستوري بزاف شي مرات، يعني كنقولها لكم ديما في كل فيديو، راه شي مرات ما كنحطش هنايا، كنحط في تيك توك وكنحط في انستغرام في لي ستوري. مهم يلا تهلاو فراسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.